يلعب الكرة في الجانب الأيسر، هنالك عند صهيب أبو هشاش، صهيب أبو هشاش يحاول في الكرة، يريد الكرة، أنت بعد ذلك والرأسية وجول! نادي مغير السرحان يشعل النيران، يشعل النيران، رأسية بكل الجمالية وبكل المثالية، هدف رائع رائع رائع، هدف جميل لنادي مغير السرحان، لذلك تعود النتيجة لنقطة البداية. الآن الأمور واحد مقابل واحد، هدف برأسية حلوة، هدف برأسية مثالية. شوف الكرة جميلة من الجوهري، كانت حلوة من الجوهري، كانت يا سلام يا الجوهري على هذه الرأسية. وقلت لكم منذ بداية المباراة الجوهري هذه أول مباراة يلعبها مع نادي مغير السرحان، كيف سيضفي، كيف ستضفي إضافته لهذه المباراة. هنا أبو هشاش لعبت وصلت، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، يا سلام يا الجوهري. الجوهري يعيد الفريق من جديد إلى الأمور، إلى نصابها بعد ذلك برأسية جميلة جدا جدا.